اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا الله. اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين. اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة يا الله، وبارك في إيمانهم وصبرهم يا الله يا الله. اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء. اللهم يا منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله يا عظيم القهر يا ربنا يا الله. اللهم انصرنا عليهم يا مجيب يا الله، يا منتقم يا الله، يا جبار يا الله، يا قهار يا الله، يا شديد البطش يا عظيم القهر، يا من لا يعزه قهر الجبابرة. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ونصيرا، وبدل خوفهم أمنا يا الله، وبدل خوفهم أمنا يا الله. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. اللهم حرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم، واشف مرضاهم وجرحاهم، واشف مرضاهم وجرحاهم يا الله، وتقبل شهداءهم. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك يا الله، فإنهم ليس لهم سواك يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا. اللهم سخر لهم ملائكة السماء، اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض يا الله ومن عليها يا ربنا. إلهنا أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم يا ربنا. هذا الدعاء، هذا دعاؤنا، فاستجب لنا يا إلهنا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.